حول موضوع لاعب نادي الاتحاد ابراهيم هزازي، ينضم لي الان وكيل اعمال اللاعبين وكيل لاعب احمد المزيني. حياك الله معنا استاذ احمد. الله يحييك استاذ فاضل، الله يحييك. السعداء بتواجدك معنا عبر برنامج الجوله. الله يسلمك ويشرفني هذا الاستضافه. الله يعطيك العافيه. استاذ احمد، انت الان كوكلاء اللاعبين تقع عليكم مسؤوليات كثيره، انا عارف، وعندكم ضغوط. ليش انا اقولها؟ انا ماني قاعد ادور لكم مبرر او حجج، بس انتم يعني تكونون دائما حلقه الوصل ما بين اللاعب وما بين النادي، واي مشكله تصير بين الاثنين انتم الضحيه. الوضع ابراهيم عزازي يعني طلع اليوم في بعض وسائل الاعلام، او يعني بس غير واضحه الاخبار، ان اللاعب رفع للجنه الاحتراف او راح يرفع لجنه الاحتراف. بس احنا حبينا نعرف منك وش اللي صار على ابراهيم عزازي. هل فعلا له مبالغ متاخره؟ هل اللاعب متضايق من هالموضوع؟ هل فعلا بيرفع لجنه الاحتراف ولا لا؟ اول شيء ارحب فيك اخي الفاضل والمستمعين الكرام. الله يعطيك العافيه. إبراهيم هزازي ما رفع شكوى للجنة الاحتراف، وإنما أنا كوكيل أتابع حقوق اللاعب. إبراهيم صراحة إنسان يعني حاب لنادي الاتحاد، ولو أستطيع أن أقول لك أنه سيلعب الموسم كامل ويتذمر، ولكن أنا كوكيل أعمال عقد الذي تم عندما أنا وجدت أنه الوضع فقط تأخر تسليمه الدفعة المقررة له في التاريخ المقرر له، نحن نقف معها صراحة. الإدارة الآن تتعرض لضغوط كثيرة وليدية، ولن نضغط عليها، وستكون هناك أكيد جدول لهذا الموضوع، والموضوع لن نستغرق كثيرا. ولكن إبراهيم حقيقة غير متفرغ للدين مواضيع. إبراهيم داخل وكيل الأعمال أحافظ على حقوق أي لاعب، والموضوع لا يتعلق بإبراهيم، ترى الموضوع كذلك حتى بأيمن فاضل. اللاعب أيمن فاضل كذلك رفعت له مطالبة مع إبراهيم، والموضوع ما هو شكوى، بالعكس مطالبة. الوضع أنا في جدول الديون الاتحادية، الوقت الذي تستطيع إدارة الاتحاد أن ترتب أمورها نحن معها بإذن الله. طيب أستاذ أحمد، تكلم على أيمن فاضل أو حتى إبراهيم هزاز حديثنا اليوم. إبراهيم هزازي، أنتم الخطاب اللي أنت رفعته كوكيل أعمال، وإحنا عارفين اللاعب ما عنده أي مشكلة في هذا الموضوع مثل ما قلت، بس أنت عشان تحفظ حقوق اللاعب وعلشان جدولتها في نادي الاتحاد ويحطونها في الحسبان، أنت رفعتها أمس ولا اليوم الخطاب؟ قبل أسبوع. طيب الدفعة متى كانت من المفترض أنها تكون للاعب؟ هل هي مثلا لا الرواتب ما شاء الله تنزل أول بأول، والاتحاديين مهتمين بإبراهيم هم، ولا توجد أي مشكلة في هذا. وأنا أنا أحببت أن أبعد إبراهيم عن هذه الضغوط. الأمور الإدارية أنا مسؤول عنها كوكيل، وهذه أمانة في عملي، ولا بد أن أديها. كان إبراهيم على علم بها أو لم ليس أنا كوكيل سأقوم به. يعني الإبراهيم إنك تدخل في إحراجات، أو تدخل إبراهيم نفسه كلاعب إحراجات مع إدارة نادي. اللاعب غرد اليوم في تويتر وقال أن الوضع شلون مع نادي الاتحاد بشكل إيجابي وليس على الناس اليوم. بس أنا بقول لو فعلا يعني تفاجأتوا أنتم الآن، يعني في كثير من اللاعبين أخذوا حقوقهم وتأخرت حقوق إبراهيم الزازي، وش أنت المفروض دورك وش تسوي كوكيل أعمال؟ الله يشوف. نحن هنتكلم على فترة قادمة. أنا أتكلم عن الفترة القادمة. نحن نقف مع إدارة نادي الاتحاد إلى أن تجتاز هذه الأزمة، أنا ولا إبراهيم. يعني سنقف مع الإدارة هذه إلى أن تجتاز الأزمة، ولن يضيع حق اللاعب، لأنه محفوظ في إدارة نادي الاتحاد، محفوظ الحقوق. ستقدم مبالغ لآخرين تتجاهل الآخرين، يعني حتى إداريا هذا خطأ. إذا كان هناك مثلا توزيع للمبالغ فيجب أن يكون بالتساوي على الجميع. رفعت النادي الاتحاد مو لجنة الاحتراف؟ لا، أنا رفعت خطاب للمطالبة لنادي الاتحاد. أيوة. ولجنة الاحتراف لأن هي المرجع للوكلاء وللاعبين وللأندية. الاتحاد واللجنة الاحتراف. نعم. طيب يعطيك العافية أستاذ أحمد. الله يسلمك. أستاذ أحمد، بالنسبة للمبلغ حاب أنك تقول المتأخر النادي؟ لا ما ليس بذيك الأهمية ان شاء الله. طيب يعطيك العافيه استاذ احمد، شكرا. يعطيك العافيه. كان معنا وكيل اللاعب ابراهيم المزيني.